شو كان صار لو لبنان بالمونديال؟ كنا انبسطنا كثير، زقفنا كثير، حضرنا، تحمسنا، شفنا اعلام لبنان متلي الدنيا بدل ما نشوف اعلام كل دول العالم. للحقيقه هلا ما رح نربح، بس كمان وجودنا بالمونديال يعني معناتها لبنان صار بالعالميه، وهذا بدنا اياه نحن. بما انه لبنان ربح كوريا وكوريا ربحت المانيا، يعني ممكن نوصل لادوار متقدمه جدا. شو بينقص لبنان ليكون بالمونديال؟ شاركونا ارائكم على الرقم 81 748 666 وعلى هاشتاغ لو لبنان بالمونديال.